ومن إقليم مندول إلى بحر الغزال، حيث ترأس حاكم الإقليم طاهر بركاي مناسبة تدشين المنصة الكبرى التي شيدت بميدان الاستقلال لمدينة موسرو عاصمة إقليم بحر الغزال، وسط حضور كبير من أبناء وكوادر الإقليم. محمد عثمان بشير والتفاصيل. بعد قطع هذا الشريط من قبل حاكم إقليم بحر الغزال طاهر بركاي، تكون المنصة الرسمية لميدان الاستغلال بمدينة موسرو حاضرة إقليم بحر الغزال مفتوحة لاحتضان كافة أشكال وأنواع الاحتفالات والمناسبات الرسمية، حيث بادر في إعادة بناء هذه المنصة الكبيرة بمدينة موسرو حاضرة إقليم بحر الغزال ابن المدينة الشاب صالح ستي عبدالله، حيث أكد خلال مناسبة افتتاح هذه المنصة بأن ذلك يعد مكافأة رمزية للإقليم الذي احتضنه منذ صغره وتربى ودرس فيه كواحد من أبناء هذا الإقليم، وطلب من جميع أبناء الإقليم المساهمة في بنائه قدر ما يمكن. حاكم إقليم بحر الغزال طاهر بركاي وخلال كلمته طلب من جميع أبناء الإقليم الغيورين في بناء هذا الإقليم الأخذ بهذا المثل في بناء وتنمية الإقليم. ابن المنطقة وأحد ممثليه بالجمعية الوطنية علي كلوتو شايمي قدم شكره العميق للشاب صالح ستي عبدالله على هذا الفعل الذي وصفه بالوطني، وعبر بذلك بعض من أبناء الإقليم عن شعورهم من هذا الفعل النبيل. هنا ريجون وماذا الآخرين كله ما ينفع إن شاء الله، هسا كل يال هنا بالغزال كله بقينا راسنا واحد ودربنا كله واحد، وديما وراء رئيس الجمهورية. أشكر الوطني القمشي بنى لنا هذا المكان، ده شيء يعني وطني، شيء واجب لكل مواطن عند مقدرة يجتهد يسوي لنا هكذا إن شاء الله. وقد بلغ التكلفة الإجمالية لإعادة بناء هذه المنصة أكثر من 120 مليون فرنك سيفا.